Nous invitons aujourd'hui Madame Louba Balej. Madame Louba, bienvenue à notre institut. Devant vous, un ensemble de créateurs, de futurs stylistes modélistes, futurs réalisateurs, futurs décorateurs, futurs designers. On a aussi des professeurs avec nous qui sont là, qui sont vraiment très heureux de vous recevoir. Et nous sommes aussi très heureux de vous recevoir. Alors, dans le cadre du cycle enfin de rencontres professionnelles, M. Abdelachir a choisi Mme Loubeba parce qu'il a un ensemble de créations, un ensemble enfin des choses qui sont vraiment, qui ont un lien avec notre formation artistique de notre institut. Là, on voit un exemple de femme marocaine qui a rassemblé beaucoup enfin de types d'art, comme la peinture, je peux dire même la mode. Regardez sa photo, ceux qui font la mode. Regardez comment elle est photographiée, regardez la couleur, le style qu'elle a sur sa photo, il est extraordinaire. Un peu de tolérance parce que je sors d'une grippe, un carabinet, donc je vais être un petit peu lente à répondre ou quelque chose. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit en vous regardant, c'est beaucoup de fierté. Parce que je suis la femme qui aurait pu être votre mère. À tous. كريم صلاحي مخرج سينمائي وأستاذ باحث. اليوم حضرنا لأمسية توقيع كتاب الفنانة الأديبة وهي التي تجمع ما بين جانبين مهمين في الثقافة والفن، هي قرسامة وتشكيلية وأيضا هي كاتبة وشاعرة. ومرت الأجواء في ظروف جيدة جدا بالنظر إلى الحضور وإلى فقرات البرنامج المواكب لحفل التوقيع. دكتور عبد الشيخ ناقد فني ومترجم كتاب فراغمون شذرات الى اللغه العربيه. هذا المحفل التكريمي لمساري الاديبه والفنانه التشكيليه لوبا بلعلج ياتي تتويجا لمجموعه من العطاءات، سواء على مستوى المعارض الفنيه الفرديه والجماعيه او على مستوى ايضا الانتاجات الأدبية، حيث تدرجت من كتاب عوالمي باللغة العربية والفرنسية وكتاب مادة بأصوات متعددة، ثم بعده كتاب شذرات باللغة العربية والفرنسية، وهناك أيضا كتب قيد الطبع ككتاب أفكار شاردة، كتاب أيضا تشكيل وتصوف، وهناك كتاب أيضا يحمل عنوان تشكيل وملحون. فهذا اللقاء يأتي من أجل تعميق النقاش حول الكتابة الشذرية أولا، ثم ثانيا للتأكيد بأن هناك قواسم مشتركة بيني هي التي تؤطر ذلك المجال التشكيلي والأدبي بامتياز، وكيف تراوح المبدعة لوبا بلعلج بشكل سلس ومرن بين الإبداع التشكيلي البصري والإبداع الأدبي النصي، وقد استطاعت أن تحقق رهان هذه المعادلة الصعبة المزاوجة بين الأديبة والفنانة التشكيلية المعاصرة. شفيق الزوغاري، فنان تشكيلي ناقد واعلامي. هذا الاحتفاء اليوم هو احتفاء بفنانه تشكيليه وباديبه تجمع بين الكتابه والفن التشكيلي، وهي قامت بتوقيع كتابها بهذه المدرسه، والكتاب تحت عنوان شذرات تاملات.
هو كتاب كتب بالفرنسية ثم ترجم إلى العربية من طرف الأستاذ الباحث السي عبد الله الشيخ، وهو كتاب حاولت فيه لبابة العلج بأن ترصد شذرات من حياتها اليومية من خلال معاناتها، من خلال فرحها، من خلال كل ما يملك جسدها من معاناة وفرح إلى غير ذلك بكل متناقضاته. هذا من جهة. من جهة أخرى فهي كتبت انطلاقا من نظرة فلسفية، هذه النظرة الفلسفية تجمع بين الشذرة وبين يعني شعر الهيك نوعا ما، نظرا لكون أن هذه الشذرات عبارة عن حكم صغيرة تجمع عددا من الأفكار لا يمكن أن تقرأها إلا بمرجعية الفيلسوف أو بمرجعية الأديب الذي راكم عددا من القراءات والكتب في حياته. Thank you.